الألوان هي فطرة إنسانية، حضرتك مش مولود بتشوف ألوان، يبقى دي فطرة. حضرتك مش مولود بتاكل وتشرب، الأول بنرضع الأول بعد كده بناكل وبعد كده بنشرب، دي فطرة. فإحنا فطرتنا كده، أنا لما اتولدت طفل وبكبر بكبر بكبر بكبر، وصلت الحجم اللي أنا فيه ده، وشكلي بيتغير، صوري من سنة غير من 10 سنين غير من 20 سنة غير من 30 سنة، دي فطرة. أنا بتحكم في نموي وشكلي، ما بتحكمش، دي فطرة. احنا كلنا بننمو، كل حاجة بتتغير، كل حاجة فطرتها التغير. فالتغير فطرة، بس كلمة فطرة هنا يعني ايه؟ ان التغير له نظام مش عشوائي.